زي ما شفنا حوشلي الفيديو بتاعه، اول ما بدانا نفكر في حوشلي فكرنا في كابلكيشن وقد ايه هيفرق مع الناس. فنزلنا سالنا الناس دايركت، انت ايه رايك لو عملت لك ابلكيشن اسمه حوشلي بيساعدك تحوش وتلتزم بالتحويش؟ وكان طبعا الاجابه دايما طبعا انا نفسي في حاجه زي كده. ولقينا الاجابه عماله تتكرر، حسينا ان في غلط في السيرفي او الريسيرش بتاعنا. بدانا نعدل وبدانا نطور السيرفي، بقينا نسال الناس على اللايف ستايل بتاعها، بتعملوا ايه، بتسافروا فين، طب بتشتروا ايه، بتجمعوا الفلوس دي ازاي، لما بتجمعوها بتحطوها فين، في البيت ولا بالبنك ولا في المحفظه. ومن كتر التطوير حسينا بالبين بتاع الناس في التحويش، ومن هنا جالنا فكره اكدنا ان احنا محتاجين ابلكيشن حوشنا. حوشلي هو مايكرو سيفنج تول بتساعد الناس انها تحوش وتلتزم بالتحويش. حوشلي بيتارجت الناس اللي عندها دخل دوري شهري بس مش عارفه تلتزم في تحويشها. حوشلي الناس اول ما بتنزل الابلكيشن، اول ما اليوزر بينزل الابلكيشن بيعمل ساين اب ويكريت اكونت، وبعدين حوشلي يبدا يعرف انت ايه التزاماتك الفتره دي، ايه اللي نفسك تحققه الفتره دي. وانس انه عارف الحاجات والتارجتس بتاعته ودخلها، بيطلع له رقم التحويش المفروض يحققه من التاريخ ده، ويبدا يقول له طب انا هقدر اعمل تحويش، لا مش هقدر، طب ممكن ناجل الرحله، طب نشوف اوبشن لبرودكت تاني. وانس انه عنده سيفنج بلان تمام، بيوجهه لاقرب مكان يعمل كي واي سي فورم او فورمه املا اعرف عميلك، دي حاجه بطالبينها في البنك. وانس انها اتعملت بيوجهه لاقرب مكان يقدر يعمل ايداع. الايداع سهل جدا عن طريق مكان اي تي ام بيعمل كاردلس ترانزاكشن، يعني من غير اكونت ومن غير كارت بنك، او عن طريق احد وسائل الدفع عن طريق الكشاك، او لو هو معاه ديبت او كريدت كارد. وبعدين مش بس كده، بيبدا يفكره دايما خد بالك انت اول شهر عندك بفكرك بالتحويش بتاعك، وبوريك البروجريس دايما انت وصلت ل 40 50%. لما يشوف البروجريس يتشجع ويكمل الجيرني للاخر. حوشلي عمل ايه؟ بكده حوشلي عمل له كذا حاجه. اولا الامان، فلوسه مضمونه لان انا عامل بارتنرشيب مع البنك، فالفلوس مش معايا في البنك. تاني حاجه السهوله، كريشن الاكونت والايداع والسحب بسهوله. تالت حاجه ثقافه التحويش، انا فارق معايا اربي ثقافه اسمها مايكرو سيفنج، ان هو مش لازم التحويش في يوم معين، لا ده في اي وقت تقدر تبدا تحويشك وتوصل لحلم. رابع حاجه عروض مناسبه لسنه والبروفايل بتاعه. خامس حاجه الشمول المالي، مع انه ان دايركت بس فارق معايا الفلوس بدل ما هي محطوطه في الخزنه مرميه في الدرج، لا تبقى موجوده جوه البانكينج سيستم باسمك، وده يساعدنا كلنا. احنا الماركت بتاعنا ممكن يفيد ناس كتير جدا، بس احنا عايزين نركز على الجروب اللي هنبدا بيه، اللي هو جروب من 21 سنه ل 30 سنه. اخترنا الجروب ده علشان ده لسه ما عندوش سيت فاينانشال سيستم هو مثبته، لا ده ممكن قابل للتغيير، سمارت فون انيبل، يقدر يادوبت اي سيستم اكتر من الاعمار الثانيه. احنا التارجت بتاعنا سوري الاول الريفينيو بتاعتنا بتيجي عن طريق جزء من الفائده اللي تنزل على حوشني، زائد نسبه لو عميل قرر ان هو يشتري اي من البرودكت بتاعنا. التارجت بتاعنا في 3 سنين نوصل لنص مليون يوزر باتليست 50 مليون جنيه شهريا.